وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار السيد عارف أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين والأمين العام للغرفة. أهلا بك سيد عارف في نشرة الثامنة. بداية، ما هي قراءتك إلى أهمية إطلاق خطة التعافي الاقتصادي بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر جلالة الملك على كلمته السامية في افتتاح دور الانعقاد، لما طلب من أصحاب الأعمال عطاء أو تقديم أفكارهم. نعم. فالغرفة ولأول مرة بادرت بتشكيل لجنة من ممثلي الشارع للرد على هذا الخطاب السامي. الشكر موصول لسمو ولي العهد لدعمه للشارع التجاري وللغرفة. أما بالنسبة عن خطة التعافي، هي جاءت متماشية مع أفكار ودراسات الغرفة. اليوم الغرفة قدمت 30 دراسة وفكرة تتمحور حول 3 محاور. المحور الأول هو العامل البحريني، المحور الثاني هو تطوير الخدمات، والمحور الثالث هو تطوير المنتج. نعم. سيد عارف، في سياق ما جاءت به الخطة، ما أهمية التركيز اليوم على القطاع السياحي وكذلك القطاع الصناعي؟ القطاع السياحي والصناعي يعتبر من أهم القطاعات، وأعتقد لهذا السبب الحكومة اليوم اهتمت أو كثفت الاهتمام فيها. نعم. لما فيه من فرص كثيرة للبحرين لاستقطاب السياح، واليوم احنا قاعدين نشوف مشاريع كبيرة الحكومة قاعدة تسويها، سواء مثلا من تطوير بلاد الجزائر، من تطوير المؤتمرات والمعارض، واعتقد هذه من اكبر يعني المشاريع اليوم في المجال السياحي. اما بالنسبة للمجال الصناعي، فاليوم نفتخر عندنا واحدة من اكبر شركات، من اكبر 10 شركات عالمية في تصدير الألمنيوم، وهي شركة ألبا. كذلك عندنا شركة بابكو. نعم. وهذه تصدر للعالم كله. شيء ثاني نفتخر فيه احنا كصناعات، عندنا المواطن البحريني اللي هو يعتبر الثروة الحقيقية، واللي مشهود له بدوره في مجال الصناعة. كذلك التدريب اللي حصله، فأنا أعتقد هذه كلها محصلة لتقديم المزيد لتطوير، خلينا نقول، الصناعة في البحرين. نعم. السيد عارف هجرس، عضو مجلس إدارة غرفة البحرين والأمين المالي للغرفة، شكرا جزيلا لك. شكرا.